هل خروج المرأة من بيتها محرم عليها بدون أم بدون إلى بيت الجيران بدون إذن زوجها، علما بأنه إذا أردت أن تخرج لا يكون موجودا في البيت؟ إذا كان الزوج أباح لها الخروج فلا مانع من أن تخرج بدون إذنه، إذا كان أباح لها الخروج في حال غيبته. أما إذا كان لم يبح لها ذلك فحتى تستأذنه، فقد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في الخروج إلى عند أبيها، وكان زوجها منعها من الخروج، وكان أبوها في حال سكرات الموت، ولكن لم يأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم.